تأخر أحداث هذه المواجهة بتسديدة أطلقها ميدو وردتها العارضة. بعد هذه التسديدة أعلن علي محمود عن نهاية اللقاء. قال تعرض لها يوسف العنيزان داخل المنطقة، احتسبها علي محمود ركلة جزاء. تكفل ميدو بمهمة تسديدها ونجح بوقف فريقه بالمقدمة. بعد الهدف حافظ التضامن على توازنه وحاصر من جديد لفريق نادي التضامن. الكرة كانت من يوسف عليزان وتسديد، الله عليه، هذه التسديد الرائعة، صاروخ عن بعد للاعب السوري حميد ميدو. يا سلام، الحارس الأمين للنادي العربي حميد القلاف يصد كرة ما تنصاد بلقطة رائعة وجميلة، كرة توصل مرة ثانية فرصة التعادل. واستمر أبناء الفروانية في الضغط على خصمهم. هنا رأسية أندرسون تمر بجانب المرمى، وهنا تسديدة ميدو الزاحفة تجد تصدي الحارس نواف المنصور لتنتهي الحصة الأولى بالتعادل السلبي. قائم أخطر فرص هذه المباراة إذن وليد رشيدي يتألق في إبعاد الكرة الماضية، والقائم يقف سد منيعا أمام الهدف الأول لهذه المباراة. يوسف عنيزان حول مار يبحث عن المساندة، المساندة تأتي وتسديد، يا سلام، جول. يتبقى له خيطان، إذا خسر اليوم خلاص، وبالتالي حميد ميدو العرضية، الله تلعب الجول، الله 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 الله، والهدف الأول يأتي في هذه اللحظات في وقت قاتل.